اكيد حسين لما بتشوف حب الناس كده الناس بتضحك، يعني لما بنقول اسم حسين تحس في حاله من الرضا، يعني محدش ايه، محدش بيعتب عليك، محدش الحمد لا لله. كمان بيناقشوك الجون بتاع يحيى عطية الله، معلش يا يحيى عطية الله. معلش يا يحيى، مش انا يا يحيى. اتكلمتوا مع بعض في الجون؟ لا خالص والله، يعني كان في مره بس كان ياسين كان مع المحلل، كان جه وبتاع، فراح شاف الجون فانا وريته له، راح مسك التليفون فراح نادى يحيى، قال له يحيى يحيى يحيى، فراح راح له وبتاع، قال له ايه ده، ايه اللي حسين عمله فيك ده؟ لا يا راجل. والله فانا واقف قلت له انا مالي، ماليش دعوه. قال له بصراحه رقصت ترقيصه حلوه. بس انت قلبك جامد قوي يا حسين، يعني طب ما انت خلاص رقصته، بعدين جت على شمالك انت مش اشول، يعني ما برضه تحكي لي الجون ده، يعني فكرت فيه ازاي؟ ما ده مهم قوي، ده كان والله سيمي فاينل ساعتها كان مش سيمي كده؟ فاينل. كان نعم. سيمي فاينل والله. بص يا كابتن، يعني خلاص هنا تمام، كمل، ما خلاص بقى ما تجيبوش بقى يحيى كتير بقى يا جماعه بقى، خلاص اروح اشوط يا بقى، رب يحيى ما يشوفش اودي الحته دي. للراجل قفشه جاي اهو. تاني يعني خلي بالك لو ما كانتش جت جون كانت الناس تبقى شكلها قطعتها، طبعا، كانت تبقى شكلها بتبقى عندك الثقة والهدوء ده وانت في ال 18. طبعا طبعا يا كابتن. بص هو اصلا قبل الماتش دوت قفشه كان عمال يقول لي، بيقول لك ايه، لو رحت روح كده واطمع في كوره، اطمع. اطمع في كوره. جت معاه هو. راح جه بعدها قال لي انا بقول لك اطمع اطمع، انا رايح معاك للجون. قلت له مش انت اللي قلت لي؟ طيب قفشه قوي قوي قوي. بس اللي معايا على التليفون طيب قوي كمان.